بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في البدايه انا اسمي اسلام حربي. مش تخسر حاجه لو عملت لايك او تخسر حاجه لو عملت سبسكرايب. الموضوع ما فيهوش اي ضغينه يعني. وبعدين احنا كنا بنتفرج على مباراه حلوه قوي 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 ما بين ويست هام وبين توتنهام. ويست هام عمل شوط تاني عالمي وتوتنهام عمل شوط اول ممتاز جدا، بس ما بين الاثنين في جاريث بيل. جاريث بيل نزل في الدقيقه 72، نزل وهم كسبانين 3-0. قوم يا اخي سبحان الله، يعني المباراه ما تكملش غير لما تخلص 3-3 في لقطه بتقول لمورينيو رجع جاريث بيل بدري لزين الدين زيدان، هو ادرى بيه وهو البركه اللي هيديله التريق بتاعه. يعني الواد نحس بسم الله ما شاء الله، والشيخ زيزو عنده شويه حظ على مين، ودي بتفرق معاهم. يعني بيدخل معادله ببعض وبتلاقي ان المعادله الناتج بتاعها بيطلع صفر. يعني زيدان بيضيع سوء البخت اللي عند جاريث بيل، انما جاريث بيل ومورينيو وتوتنهام الثلاثه مع بعض الله يكون في عون مشجع توتنهام. بصراحه انا عجبتني جدا فكره مورينيو ال 4-3-3. هاري كين بينزل تحت علشان خاطر وهو مغمض على عمياني يدي ناحيه الشمال لسون اللي بيعمل حاجات عظيمه جدا، ولما بيكون على الطرف ما بيكونش عنده اي مشاكل ان هو يلم بوينا ويقدر ان هو يحرز الهدف الاول في الثانيه 49 او الثانيه 50. ومباراه يلا يا عم الحاج، المباراه فتحت بقى ونعمل كل اللي احنا عايزينه. وبعد كده هاري كين يقدر يجيب الهدف الثاني في الدقيقه 7 و10 دقائق كسبان 2-0. المباراه مفترض ان هي تكون خلصت بقى والدنيا بالنسبه لك مريحه، وبعد كده رجالون يعمل كروس عالمي لهاري كين عشان خاطر هاري كين يجيب الهدف الثالث، ونقعد بقى نتفرج على توتنهام ونركز مع توتنهام بيعمل ايه جوه الملعب، وايه الابداع اللي مورينيو بيعمله ده، وايه اللي اللعيبه بينفذوه جوه الملعب. لو دورنا نلاقي ان هي 4-3 هي برضه بنتكلم على موضوع ان هاري كين بينزل تحت كتير عشان خاطر على المغمض يلعب ناحيه الشمال لسون او يلعب لسيفن برجوين. المفترض ان هو بيلعب ناحيه اليمين، الاثنين بيمتازوا بالسرعه، والاثنين لما الكره ما بتكونش مع توتنهام الخمسه اللي بيكونوا في دفاع ويست هام الاثنين الباكات بيطيروا، فبيفضل الثلاثه. ثلاثي توتنهام الهجومي ثلاثي ممتاز جدا، اثنين عندهم سرعات جباره زي سيفن برجوين وزي سون، اثنين بيعدوا واحد على واحد، والمهاجم اللي هو هاري كين ممتاز جدا في الرؤيه اللي عنده وهو معاه الكوره، بصير عالمي بيعرف كويس قوي ان هو يعمل لك اللمسه اللي قبل الاخيره، وبيعملها لسون ممتاز وبيعملها برجوين ممتاز. الفرقه كانت جيده جدا، ومفترض ان تانجن دومبلي وراهم عامل شغل ممتاز جدا، وهولبرج عامل شغل كويس جدا، بتقول الحمد لله ان انا شفت اخيرا نص ملعب بدا يبقى كويس. حتى السوكو كمان مع الاثنين اللي جابه عامل اداء كويس، والفرقه نوعا ما ماسكه نفسها جوه الملعب، والثنائي الدفاعي بترتاح النهارده لما تشوف توبي الزرفيلد موجود، هو سانشيز وايريك دار ما كانش موجود، وسيرجيو اوريل تقدر تقول كده ان دوهيرتي اعادوا للحياه تاني المنافسه، ان انت بتنافس مع باك لسه جاي من بره، وفي كلام كتير قوي على مين فينا هيلعب اساسي، بتلاقي ان انت بتطلع كل عندك خوف على المركز بتاعك، فبتكون ممتاز جدا. وناحيه الشمال سيرجيو روبيلون اللي انا لسه بقول ان هو واحده من اجمل الصفقات اللي عملها مورينيو، لم تكن الصفقه الاكبر اللي عملها جوزيه مورينيو السنه دي. رجلون بصراحه لعيب ممتاز ولعيب روعه ولعيب ممتع جدا. ده شغل التكتيك اللي احنا كنا بنشوف ان ده بناء عليه الفرقه قدمت ثلاثه، وبناء عليه عرفوا يخطفوا وست هام كويس قوي، وعرفوا ان هم يغفلوا وست هام اللي لبس جون في اول 49 ثانيه خرجوا بره الجيم، والشوط الاول بيخلص 3-0. توتنهام عامل جيم ممتاز، مفيش فرص خطيره، مفيش غير حاجات بس بسيطه هو لوريس بيقدر ان هو يتعامل معاها وهو واقف. تنزل بقى الشوط الثاني يا جماعه خلاص بقى نريح، عايزين نشوف بقى حته ان جاريث بيل ينزل. تخيل بقى جاريث بيل ينزل مكان ستيفن برجوين، تلاقي ان جاريث بيل بسرعاته بيقدر يخترق، وسون الناحيه الثانيه بيقدر يخترق. قعدت مستني جاريث بيل لحد الدقيقه 70، قلت يلا بقى يا جاريث انزل، بس لما لقيت هاري وينكس. ليه هاري وينكس مع هولبرج وسيسوكو وتانجن دومبل عاملين ماتش كويس؟ هم تراجعوا شويه عشان خاطر الفرق تراجعت عشان خاطر ويست هام. لما دخل اوضه الملابس ديفيد مويز قال يا جماعه عادي يا جماعه لسه احنا في الجيم، والعب بقى احنا كده كده خسرانين 3-0، مش تفرق اي حاجه لو لبسنا الرابع. الناس بتتحرك، الراجل بينزل لانزين من على الدكه، اول ما جاريث بيل ما بينزل فجاه بتلاقي ان لوكس مورا بينزل مكان سون، وفجاه الفرقه كلها بتبقى تحت الكوره، وفجاه الفرقه كلها بتعتمد على الهجمه المرتده، وده وضع عادي جدا وانت كسبان 3-0 عادي بتريح. انما اللي مش عادي انك تلبس الهدف الاول عن طريق بالبوينا، الراجل اللي سون حرفيا قطع كبايته الشوط الاول، تلاقي ان الراجل بيجيب لك الهدف الاول، بعد كده تقول عادي يا عم ده جون حفظ ماء الوجه زي ما كابتن علي محمد علي كان بيقول، بعد كده تلاقي الكوره كروس وتلاقي ان دافيز سانشيز حطها في نفسه، تقعد تقلق خلاص داخلين على 7 دايما على من ربنا، وربنا يستر والماتش يطلع على خير. يعني كان 3-0 كنت بتدور على الرابع والخامس وعلى ان جاريث بيل هياخد بقى، ويلا بقى نرجع جاريث بيل، وسبحان الله جاريث بيل بيروح واحده منفرده 3-2 وبيحطها حلوه قوي، بس تروح جنب العارضه. ولانزيني اللي لسه نازل اول لمسه ليه او ثاني لمسه ليه بيقدر ان هو يحرز الهدف في الدقيقه 94 علشان خاطر تلاقي ان المباراه انتهت 3-3، وتلاقي يا جماعه ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ طب ما تفهمونا. طيب لك انا ايه اللي حصل، الموضوع سهل جدا وبسيط. لا
لما الفرقه الكبيره ما تعرفش تحافظ على تقدمها لمده 10 دقائق وفجاه تلاقي ان هي لبست ثلاث اجوان، وقتها محتاج تدور على منظومه دفاعيه. وتخيل بقى منظومه دفاعيه مع مدرب زي جوزيه مورينيو. كان في سوء حظ، حظك سيء جدا انك تتعادل في 10 دقائق، وحظك سيء جدا وبتقلل جدا الثقه من عند اللعيبه، الثقه اللي بدات ترجع بعد مباراه مانشستر يونايتد والسداسيه اللي كانوا عاملينها في الاولد ترافورد. الناس كانت جايه بحماس عالي جدا، حماس بيقدر يخليهم ان هم يخلصوا مباراه زي دي في الشوط الاول، بس فجاه تلاقي ان الحماس ده هيتقبل انتقادات بعد المباراه. ناس كتير قوي تقعد تهاجم مورينيو، ناس كتير قوي تقعد تقول لك تغييرات. يا جماعه اللي حصل ده هو عباره عن ديفيد مويز مدرب محظوظ، ومورينيو فعلا توتنهام غفله. سيناريو ما يحصلش غير مع جمهور نحس، معلش يعني مع احترام المشجعين توتنهام، بس هو سيناريو غريب جدا، وسيناريو بصراحه يزعل اي حد. بس بيقول لجمهور توتنهام نقف ونركز شويه ونشوف احنا رايحين فعلا فين. عشان قبل المباراه كنت بسمع كلام كتير قوي على ان احنا يا جماعه مفاجاه الدوري، احنا لو كسبنا الماتش ده هننط يا دوبك جنب ايفرتون كده مركز ثاني، هنبقى احنا الاثنين ومع ورانا ليفربول بقى ورانا السيتي. ولكن في كلام كتير قوي بدا يتكلم على ان الفرقه مرشحه ان هي تاخد اللقب. يا جماعه طب نهدى شويه، الفرقه ما عندهاش دفاع. الفرقه النهارده تقدر تقول كده ان هم اعلنوا عن التعاقد مع مساك، بصراحه يعني انا ما عرفش احفظ اسمه لان هو لعيب انجليزي وجايبينه من تحت ودرجه ثانيه، طبيعي جدا ان انا ما اعرفش اسمه بصراحه، او حتى هاجي قدام الكاميرا وهتلاقيني نسيت اسمه، فدي حاجه طبيعيه، وهدور لك على اسمه وهنزله في الكومنتات تحت. بس بصراحه ماتش ما تقدرش تلوم عليه جوزيه مورينيو، ولا ماتش تقدر تلوم عليه اي لعيب، ولا ماتش كمان تقدر تلبس كل حاجه في الكوره بتاعت جاريث بيل، ولا تقدر تقول ان توتنهام كان لاعب جندي في الشوط الثاني ما كانش بيتحرك، لان لا توتنهام كان مضيع، وهاري كين مضيع تصويبتين، واحده جونسا جون بيطلعها، واحده ثانيه بتيجي في العرض من بره. فلا الفرقه كان عندها سوء حظ، ما تقدرش انك تعام يعني تقول ان مورينيو عمل مباراه سيئه، وما تقدرش انك تقول ديفيد مويس تاخيراته عملت قلبان جوه الملعب، لان بيتهيألي ضربه يعني بيتهيألي الكره الوحيده اللي عملت قلبان هي الجون الثاني بتاع دافيز سانشيز، هو اللي قلب الدنيا خالص. يعني افترض ان انت لوحدك الكره كروس وانت مساك، مفترض لو هوجو لوريس جنبك هيطلع ياخدها، او حتى هيقول لك ان مفيش اي حد وراك، او حتى يتكلموا مع بعض، لغه التفاهم ما بين خط الدفاع بتاع توتنهام ضايعه تماما. الجول الثاني ده ما يجيش غير فرقه ما عندهاش ابجديات الدفاع. هذه بالنسبه لي هي دي اللي فرقت، لان دي دخلت وست هام الجيم، وهي دي اللي بدات تخوف توتنهام وبدات تخليها تراجع اكتر. فبعد الاعراض الهدف الثاني الدنيا كانت باينه ان في مشكله، والهدف الثالث ده ما يجيش غير كل 10 تصويبات او كل 20 تصويبه واحد مره واحده بس من لانزيني. بس هقول لك ايه، هو ده توتنهام وجمهور توتنهام الله يكون في عونه. بص هو كانت مباراه حلوه قوي، كانت مباراه فيها حماس، وكانت مباراه فيها اثاره، مش تخسر اي حاجه يعني لو عملت رايك لاخوك اللي بيكلمك ده، لو انت كملت معايا لحد دلوقتي انت صاحبه وحبيبه وشقي اهو.